انتهت انا الدور ديالي. لا هذا قانون. لا جمعية سابقة من 2009 ل 2015، رئيسة جمعية الأسرة والبيئة ومناضلة كبيرة في مدينة فاس، ولله الحمد مرشحة حاليا في الحزب الديمقراطي الانتخابات 7 أكتوبر. أيه سيدي. أحمد قادري، وكيل لائحة بن مسيك، عضو سابق بالمكتب التنفيذي للشبيبة الوطنية الديمقراطية، فاعل جمعاوي. احنا هنا اسم الهاني وكيل لائحه ام ويعقوب، محمد الارضي وكيل لائحه مدينه سالم جديد، شهيد خالد وكيل لائحه سالم جديد، عزتين بدر وكيل لائحه عز، عامر التزيين مرشح بلائحه تاريخ الديمقراطيه دائره تازا. طيب كلكم مرشحين للضربة المملكة، نود منكم أن توضحوا وتسلطوا الضوء على المشكل الذي أنتم بسببه تحتجون. نعم سيدي، حنا بدينا فعلا الملفات ديالنا للترشيحات وقبلنا السي أمين العام الحزب وخدمنا، بقينا تنساين ويدخلنا الدعم لأن سمعنا الدعم كاين للأحزاب كلها بحال ولات، وتفضلنا بالترشيحات وسمحنا تناضلوا من اجل اننا نفوزوا بهذا الحزب لانه فيه ناس نقيين، وبعدنا على الاحزاب اللي كانت مسيطره علينا كالاخطبوط، ما كناش كنعرفوا الحقوق ديالنا، والمواطن المغربي انه ساندني وحبني لانني عارفني مناضله، وهنا بدينا اللي كيتعاطف معنا حنايا، خرجنا الماليه من جيوبنا. شحال المبالغ الماليه خرجتوا؟ راه تقريبا شي 4 مليون سنتيم اللي مشات لنا هكاك، اللي صرفناه وكثر كثر، هادشي راه حنا بلا حساب، حنا ما كنتحاسبوش في الوطن ديالنا، حنا النضال هو هذا. ولكن المشكل اننا بدينا الحمله من بدايه الاسبوع لان بدينا الجمعه والسبت والحد، كانت انطلاقه وصباح الاثنين حنا كنعيطوا اليوم، بقاو علينا واخا اليوم غدا اليوم غدا، وحنا كنساينو المهم ما ديناش فيهم، حنايا قادين الامور ديال الحمله ديالنا. ولكن دار معنا، جينا عاوتاني لحد قالنا نهار بدينا نساينو نهار كله، ما كانش الاحترام، ما كانش المعاملات ديال المكتب السياسي، عيطنا لكل واحد فيهم بالاسم ديالو بالهاتف ديالو، ما كانش اللي كيجاوبنا، طردونا من المقر، عطاونا باكيه ديال المنشور، وعطاونا شي حاجه بسيطه ديال 10 ديال التيشورتات، لان هذا راه ماشي النظام هذا. داروا معنا نهار الثلاث على حساب الوحده، غادي نتلاقاو امين العام للحزب باش غيدير معنا الحل. اول ما دخلنا بقينا نساينوه اكثر من ساعتين، حنا كنساينوه ما جاش في الوقت ديالو، دخلت الثلاثه لان حنا درنا الوحده ما اعتبروش النظام ديال الوقت، ملي دخلوا بداو يحمروا فينا،
وهزي العصا في يديه كيحمر فينا ما ديناهاش فيه. سكتنا كنشوف شنو عاد يدير. دخل الباب المكتب حنا جينا نسلموا عليه زد حلينا الباب في وجهنا ولا بقاو كيتشاوروا داخل بعضياتهم شنو عاد يديروا لنا. خرج قالنا انتم شكون اللي قال لكم اجيو مع الوحده؟ حنا ما قلنا له حتى شي كلمه. هو اللي قالنا مع الوحده اول مره وهاجمنا بالكلام السوء. بدينا كنطلبوها غير باش نجلسوا الا كان الحزب اولا الدولة حق راه وما عطاش حقوق ديالو قانونيه راه حنا نقدروا نعطيوه ليه المساعده ونوقفوا معاه. حنا ما بغيناش سيدنا كيخدم بوحديتو. خصنا حتى حنا نخدموا. حنا مواطنين هذه بلادنا هذه. يعني ما جلسش معاكم في طاوله الحياه؟ لا لا نعتنا بالحيوانات. نعتنا هددنا بالكلاب والحيوانات ومجموعه الخوانه والكذابه. اسمح لي الله يحفظك خليني نكمل. الاخ هنا قال له غير تفضل معنا سلم عليه وبهذاك هز العصا وماشي يضربوا. هذا لا يعقل انه راجل سياسي في هذا المستوى هذا وطردنا ونعتني انا بالبقره واحد العبارات الساخطه. وشكرا. انتم كمرشح ل بنسيك سيدي عثمان هل تزكون ما تقوله الاستاذ؟ نعم نزك البعض مما قاله الاستاذه. اللي كنزكيه كثير هو ان هاد الناس كيهرسوا الطموح السياسي في الشباب. حنا جينا كشباب مناضل ديال الحزب لما يفوق 18 عام من الحزب الوطني الديمقراطي للحزب الديمقراطي الوطني. جينا باش لاجل ترسيخ الديمقراطيه بالفعل. جينا باش نديروا اشعاع الحزب ديالنا على نغطيو جميع الدوائر. اذا بكم اذا بنا كنصطدموا بهذا الواقع المرير اللي هو ما دعموناش هاد الناس في الوقت اللي لا بليبار ديال الاغلبيه ديال 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 المرشحين ماشي هما شي ناس من اعيان ولا ناس اللي لاباس عليهم مستويات متوسطه ولا باس بها. ناس اللي غيورين على هذا الحزب وعندهم طموح سياسي. علاش حنا نهرسوا فيهم هذا الطموح؟ مادام الدوله فتح الباب القانون الدستور ديالنا عندنا حق الترشيح هو حق مشروع فمن حق اي انسان انه يترشح. طيب عندكم وثائق كتثبت المصاريف اللي صرفتوا؟ نعم عندنا وثائق كتثبت المصاريف اللي صرفنا. عندنا وثائق كتثبت المصاريف اللي صرفنا. انتم تقولوا بان الامين العام ما تواصلش معكم؟ جلسنا مع الامين العام جلسنا معاه شخصيا. شنو كان كيقول باللي ما خداش دعم. انا كنهضر اسمح لي هنا الامين العام السيد الامين العام. لا هو قالنا راه عطاوني 75 مليون وراهم شادين في التيشورتات وفي المنشورات. حنا حبينا غير نتحاسبوا هاد المنشورات وهاد التيشورتات شحال طاحوا عليه. 75 مليون راه تقوم المغرب كله من الشرق حتى الغرب. هذا راه مبلغ راه اكثر من القياس. ما نتيناش هاد الكلام اللي تقولي. لا طيب الاستاذ اش تقول انتم؟ عامل التهزي دائره انتخابيه بتزا هو الموضوع ديال الاحتجاج وكنا نامل ان يكون اعتصاما مفتوحا وهو مشكل الدعم المادي. تمام. لماذا؟ لان الامانه العامه ديال الحزب الديمقراطي الوطني اخذت على عاهده تعهد انها غادي تمدنا بالدعم في الوقت ديالو المناسب. الشيء اللي يجعل هذه الوجوه الحاضره انها توافد على هذا المقر لعدة مرات واخرها تضرب لنا موعد اليوم مع السيد الكاتب العام ديال الحزب في الوحيده بعد الزوال باش نحضر المقر الحزب. لماذا؟ باش نتحاوروا في هذا الموضوع. الا ان بعد قدوم السيد الكاتب العام كان حواره عقيما حواره زرواطيا. الزرواطه كانت حاضره بغى يمارسين الضرب والعنف وذلك بارتفاع العصا ديالو فوق رؤوس الجميع وهددنا ونعتنا بالكلاب. الكلاب خرجوا من هنايا وعيطوا جيبوا لهم البوليس بعض العباره هذه. احنا ما جيناش لهذا بالعكس احنا جينا اننا مرسخين في الدين ديالنا اننا جينا متمسكين بهذا الحق المشروع الدستوري وهو الدعم المادي لان الدعم المادي وفرته الدوله وخصته الدوله لتغطيه الحملات الانتخابيه. طيب شنو هما الطلبات ديالكم دابا؟ الطلبات ديالنا هو ان هذا الحق هذا ما نتنازلوش عليه وسنواصل المسيره ديال من بعد 7 وهكذا. ما هي الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه سنة عدم استجابه سنلتجئ الى المحكمه الاداريه. مطالبه هذا الحق. انا شخصيا ساسحب ملف الترشيح ديالي. كلنا سنسحب ملفات الترشيح اذا لم نتوصل لاي التماس.